يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي عنونت لهذا اليوم: الملك المفدى أيده الله، أسس راسخة للعلاقات البحرينية السعودية، ناصر بن حمد نسعى لترويج لمملكة البحرين ومنجزاتها في الدوريات الأوروبية، تقليل الأعداد بالصف، توزيع جديد للطلبة على المدارس. وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت في صدر صفحاتها: الملك رعاه الله، تطور مستمر بالتعاون عسكريا ودفاعيا بين البحرين وأمريكا. المانع: توقعات بتراجع إصابات فيروس كورونا في الشهر المقبل، 2300 فحص كورونا عبر الوحدات المتنقلة. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: باتي ناتو جائزة الملك حمد تعزز التزامات البحرين تجاه الشباب. أما صحيفة أخبار الخليج فقد عنونت: 21 وزارة وهيئة حكومية تطلب الانضمام إلى مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على مبانيها. إلى أخبار صحيفة الأيام، حيث نشرت أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أشاد بالبداية القوية لفريق بارس اف سي في الدور الفرنسي لكرة القدم، والتي تمكن من خلالها من تحقيق أولى انتصاراته الرسمية بشعار البحرين، مؤكدا سموه أن وجود اسم البحرين على قميص الفريق الفرنسي يعد مكسبا للترويج لمملكة البحرين وإبراز إنجازاتها في مختلف المحافل. كشفت مصادر لصحيفة الأيام أن وزارة الصحة قررت هذا العام عدم إقامة حملات للتبرع بالدم في موسم عاشوراء، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا. فيما نشرت صحيفة الأيام أن جمعية السكري البحرينية نظمت ختام ملتقى شروق الصيفي لأبطال السكري من خلال الأونلاين. هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، من خلال تقديم حلقات حوارية وفقرات تعليمية بخصوص مرض السكري للأطفال والمراهقين المصابين بالسكري. نتحول إلى صحيفة أخبار الخليج، حيث أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أصدر قرارا بتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 164 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة. وبقلم الدكتورة وجدان فهد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج، والذي جاء بعنوان: لفتة لقرار يخص البحرينية. فإلى المقال. قرار حاسم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يستحق التوقف عنده والاستشهاد به، لكونه دليلا قاطعا لما يكنه الرجل البحريني من دعم معنوي وامتنان للمرأة البحرينية. وجه سموه من خلال رئاسته للجنة التنسيقية مؤسسات القطاع العام إلى التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل لأزواج الموظفات اللواتي يعملن في الصفوف الأمامية، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسؤوليات جسيمة تستدعي في المقابل دعم أسرهن. إن هذا القرار يبرز الدعم القيادي واعتراف أصيل بأن المرأة حاضرة في الفعل الوطني. وبخط قلم الكاتب هشام الزياني نطالع هذا المقال الذي أتى في صفحات أخبار الخليج.
خلال الفترة الأخيرة أعلن وزير الداخلية معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة تدشين 67 خدمة إلكترونية تشمل 8 إدارات بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية، وهذا الإنجاز يشكل نقلة في تطوير العمل الخدماتي المرتبط بالمواطنين من أجل تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية. كل تطوير للأعمال الحكومية من أجل التحول الإلكتروني إنما هو اليوم أصبح حاجة ملحة. جاءت جائحة كورونا لتعجل بهذا التحول تخفيفا عن المواطنين، وحتى يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي الذي تفرضه الظروف الحالية. إننا بحاجة إلى بحث كافة المعاملات الحكومية التي لم تنتقل بعد إلى التعامل الإلكتروني حتى نعجل من هذا الأمر ونطوره ونجعل كل الخدمات متاحة إلكترونيا، بالإضافة إلى بحث موضوع التوقيع الإلكتروني. ننتقل إلى صحيفة الوطن، حيث كشف رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبد الحسين ميرزا عن البدء في المرحلة الثانية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، مشيرا أن 21 وزارة وهيئة حكومية طلبت الانضمام للمشروع. إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا الدكتور وليد المانع، أكد أن قرار فتح المطاعم في نهاية شهر سبتمبر المقبل جاء وفق رصد وتوقعات بانخفاض أعداد الإصابات. كشفت مسؤولة الوحدات المتنقلة لفيروس كورونا الدكتورة تقرير أجور عن تنظيم زيارات عشوائية يومية إلى 7 أو 8 مواقع، حيث يتراوح عدد الفحوصات في كل موقع ما بين 300 إلى 400 فحص. هذا ونشر صحيفة الوطن صورة لتوزيع كمامة الوجه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات. كما وكتب محمد الحلي مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان ريادة مملكة البحرين في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، فإلى المقال. تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارهم جزءا مهما من المجتمع، حيث سنت المؤسسات والجهات الحكومية العديد من القوانين والتشريعات التي تعزز حقوقهم، وقدمت الكثير من المبادرات التي توفر لهم مختلف أوجه الرعاية. أن تحقيق ذوي الاحتياجات الخاصة للإنجازات المتتالية والتغلب على التحديات يؤكد مدى الدعم الحكومي والتمكين الذي انطلق مع توجهات مستقبلية بتطوير شامل لجميع الأفراد في مجتمعنا البحريني بمختلف فئاته. وفي ختام أخبار الصحافة لهذا اليوم، حيث نشر صحيفة البلاد أن رئيس الجمعية الفلكية الدكتور وهيب الناصر أفاد بأنه بدأ اليوم ظهور نجم سهيل، حيث يعتبر طلوع نجم سهيل في الجزيرة العربية إشارة لبداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف في المنطقة. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.